وشوشة. والله انا ما عنديش اي اشكاليه في الفكره دي خالص، بالعكس انا نفسي انا ومحمد نشتغل مع بعض. احنا اشتغلنا مع بعض زمان جدا واحنا مخطوبين، مسرحيه اسمها الاخوه الاندال، وبعدين عملنا مسلسل اذاعي اسمه الان نفترق، فطلعوا لنا ان احنا اتطلقنا، ما اعرفش ليه. انت يا جماعه واحنا كل ما نعمل حاجه تعملوا علينا حوار يعني. فالمسلسل اسمه الان نفترق، بس احنا ما قررناش نفترق على فكره. مش فاهمه ايه يعني. بس احنا عملنا حدوته بحبها جدا، ان هي فكره اللي هو حاله الملل اللي بتصيب الازواج بعد 15 سنه مثلا من الزواج، وايه الحاله اللي بيمروا بيها، ولما كل واحد فيهم بينفصل عن الثاني بيكتشف الحلو اللي كان في الثاني اللي هو ما كانش شايف غير العيوب بس، فيكتشفوا ان هما الاثنين لما بعدوا عن بعض حياتهم باظت فيرجعوا لبعض. ففكره ان هما ياخدوا قرار ان يفترقوا، هما بيبقوا زهقوا، حاله الملل اللي بتصيب الازواج، اكتشفوا ان هم لا ده ما لهمش لبعض، بيرجعوا لبعض في الاخر. يعني لما عملنا المسلسل الاذاعي ده قال لك اتطلقوا، مش عارفه ليه. فقلت له احنا شكلنا مش هشتغل مع بعض تاني بقى، ولا بيطلع لنا اشاعات لو حبينا بعض. يقول لك ايه ده، هم بيحبوا بعض وما بيحبوش بعض اصلا كده يعني. انا اول واحد عملت له سبوت على الشغل بتاعه، مع احترامي يعني لكل اللي عمل بعد كده ورايا. انا عارفه جوزي، يعني انا عارفه جوزي هنا المشهد ده هيعمل ايه بعد كده. اول واحده مثلا عملت له ايام لعبه ابليس، اديك 200 جنيه وقولها تاني. الصور اللي هي بتتشهر لحد النهارده بضحكته دي، انا اللي عاملاها. اول واحده عاملاها انا. فانا عارفه ايه الحاجه اللي ممكن تعمل بومينج على السوشيال ميديا، في الغالب يعني 99% بتبدا من عندي على فكره يعني. فلانه انا عارفه ان ده محمد هيفرق معاه عند الناس، لان الناس قعدت سنين طويله فاهمه محمد الرومانتك الهادي مش عارفه ايه. يا جماعه في ايه اصلا، هو رومانتك وهادي انا اتجوزه ازاي؟ زين ودمه خفيف وحب الحياه وبيهزر وصوت عالي يعني مش زي ما هو بيطلع كده في الادوار اللي هو برده قولبوه فيها فكره ان هو محمد الرومانسي الكيوت الهادي ابن الناس الطيوب اللي مش عارفه ايه. لما عمل البلطجي ناس خض، انا الوحيده ما خضتش. يعني ايوه محمد بيزعق لي كده يعني، حنان يا رانيا عادي عادي يا جماعه، هو محمد يعني مفيش حاجه. يعني ما تخضتش، قعدوا له يا حنان يا حنان، انا عادي يا جماعه اللي بتقال لي يا رانيا بنفس الاداء على فكره. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.